مشاهدينا الكرام حياكم الله واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج في ضيافتهم. هذا البرنامج اللي يأتيكم من ضيافة إلى ضيافة ومن حياة شخصية إلى حياة شخصية أخرى من خلال لقائنا وياهم. احنا اليوم متواجدين في النادي العربي، ضيفنا اللي راح يكون في ضيافته رياضي بدأ مشواره الرياضي في كرة القدم مع نادي الكويت في عام 1962، عام واحد، وانتقل إلى النادي العربي، ومنذ ذلك الحين استمر مع النادي العربي كلاعب وسط، استمر إلى أن انتقل إلى الدرجة الأولى، ومن الدرجة الأولى انتقل إلى المنتخب، لعب مع المنتخب مباراة وأكثر مباراة. في عام 1974 أصيب في ظهره، وين أصيب؟ كان في تمرين من ضمن تمارين المنتخب، واللاعب الكبير اللي الله يعطيه الصحة والعافية ويقومه بالسلامة فتحي كميل اشترك مع ضيفنا في كرة، تعور ظهره واضطر إلى الذهاب للعلاج خارج البلاد، وكانت هذه نقطة التحول، لأن بعد ما رجع ما قدر يكمل مشواره كلاعب، ولكن انتقل من لاعب في الملعب إلى حكم للملعب يعطي الكرت الأصفر ويعطي الكرت الأحمر. إذن راح نكون في ضيافة الكابتن واللاعب الدولي الحكم الدولي جواد عاشور، ولكن من غير كروت راح نكون معه. تعالوا معي وإحنا موجودين في النادي العربي، النادي اللي لعب فيه، تعالوا معي نروح إلى الحقيقة. بس بغيت أقول لكم إحنا وإحنا معدين شفنا النادي العربي، قلنا خلنا نسوي مقدمتنا في النادي العربي وبعد ذلك ننتقل إلى بيته نسوي هذا اللقاء معاه. لذلك تعالوا معي يا جماهير العربي ويا جماهير الكرة إلى حوارنا مع اللاعب والحكم الدولي جواد عاشور. وحكم المباراة جواد عاشور. مباراة اليوم تقام ملاعب نادي الكويت بين العربي والغازية في كأس صاحب السمو أمير البلاد المعظم. الجولة كم طالعة و جواد عاشور حكم المباراة النهائية. يا حي الله ابو محمد. الله يحييك. طبعا احنا مشاهدينا الكرام سعداء جدا اليوم ان احنا نكون في ضيافه الحكم الدولي الحكم الكبير جواد عاشور. ابو محمد، منو فينا ما يذكر الكرت الحمر والكرت الاصفر والصفاره وركضه ابو محمد داخل الملعب وذيك الايام؟ يعني مشوار طويل بالمقدمه قلنا. فابو محمد احنا سعداء جدا ان احنا نكون في ضيافتك اليوم، واتمنى تكون كروتك مو وياك عشان اذا سالنا نسال براحتنا. أولاً أنا أسعد حياك الله وحييك وحيي المشاهدين الكرام. حياك الله أبو محمد. ايه لا ما في كروت هني ولا خلاص انتهى عهد. لا ما في انتهى عهد الكروت. ايه طبعاً عسى الله يقويك أبو محمد. أبو محمد والسادة المشاهدين، أيضاً أنا واحد من الناس من الجيل اللي لحقوا على القادسية والعربي وأيضاً المباريات وحلاوة الكرة الكويتية داخل الملعب. أمانةً كنا نستانس إذا سمعنا أن الحكم جواد عاشور، نقول اوكي المباراة الحمد لله بيكون فيها اليوم حماس اكثر. ليش؟ لان ابو محمد اذا كان في الملعب يكون شخص اخر، يكون يعني حكم بطابع حازم جدا لدرجة انه في يوم من الايام طرد حتى الجمهور. وهذه حادثة مشهورة عند ابو محمد لا شك وبنتكلم فيها. عموما احنا بنستأذنك ان احنا ندش في الحوار معاك، ونبي نعرض 50 سنة في الرياضة و25 سنة منها في مجال التحكيم. أبو محمد بداية احنا مثل ما قلت لك سعداء جدا في هذا الحوار وياك، وانا قلت منذ البدايات انت بديت في عالم الرياضة وانت مع نادي الكويت في الأشبال في عام 1962. نعم. وبعد ذلك انتقلت الى نادي العربي. نعم. والمشوار مشى مع النادي، وكنت احد نجوم النادي العربي، وبعد ذلك اصبت في إصابة وهذه الإصابة ابعدتك طبعا. أيه. كانت في تمارين المنتخب وكان فتحي كميل يومها. أيه. هو اللي اصابك، اللي نتمنى له الصحه والعافيه. الله يعطي الصحه ابو فيصل ان شاء الله. ورحت الى مجال التحكيم، واليوم احنا في ضيافتك كحكم دولي رياضي صاحب خبره في حال الكره الكويتيه حاليا والمنافسه. تعتقد انه بالفعل بدا يرجع الدوري الكويتي الان الى رونقه ولا يحتاج؟ لا شوف، هو اللي أحيى الدوري أكثر شيء الجمهور العربي. الجمهور العربي وجمهور القادسية طبعا والكويت بعد بدوا عندهم جماهير. نعم. فالجمهور أحيى الدوري شوية. المنافسة كانت بين عربي والكويت. ضاع
الدوري من العربي. كان الدوري بيدهم وضع وقلت لك حق الكويت، الكويت بعد خذوا عن جدار. تقولها كمشجع عرباوي ولا تقولها كرياضي؟ لا كرياضي. كرياضي اي، وقلت لك حق الكويت خذوا الدوري بجداره يعني. ابو محمد الحين بعد هالفتره هذه كلها لا زلت تروح مباريات؟ هل لا زلت تروح تشوف اللعيبه، تنزل معاهم غرفه الملابس كمشجع يعني؟ لا طبعا انا من لاعبين النادي العربي، اروح احضر مرات تمارين، حلو، اروح المباريات طبعا اتابع، اشوف نقاط الضعف، نقاط القوه، الطريقه اناقش فيها. ناقش مدرب؟ لا لا لا، ما لي شغل مع المدرب، اناقش يعني مرات يعني اعضاء مجلس اداره، مدير فني، جمهور، شيء زملاء، نناقش وين الخطا، ايش الاسباب، ليش خسرنا، ليش غلبنا، يعني انت ناقش يعني في امور وايد. حلو. احضر مباريات وايد خاصه حق العربي يعني. طيب ابو محمد، اللي لاحظ ان النادي العربي صار له فتره ما اخذ بطوله، اي صار له فتره، ومر يمكن فتره بغض النظر عن الفتره اللي السابقه يمكن شويه رد حياة الفريق شويه مره ثانيه، ويمكن يكون مثل ما انت تفضلت دور الجمهور كان هو القوي في هالموضوع. اي طبعا. لكن بوجهه نظرك شنو اسباب تدني مستوى النادي العربي الفتره السابقه؟ هو العربي آخر أربع مباريات شوية ما حالف الحظ. الجمهور ما قصر يعني، ما أعتقد صار لسنين ما حضر هالجمهور هالمباريات يعني، سنين وبنين يعني. نعم. فآخر أربع مباريات العربي كان الدوري بيده يعني. يعني تقريبا 99% الدوري بيده. حلو. لكن مثل ما قلت مساعد، نبارك حق الكويت خذوهم بجدارة. طيب هذا ما كلنا مبارك حقك، كأنك متحفظ ما ودك تسولف ابو محمد، ترى عادي اللقاء اريحي ما فيها لا شيء. لا لا بالعكس، انا لا سالتك عن شنو اسباب تدني مستوى النادي العربي في فتره سابقه، ما اتكلم عن المباريات الاخيره الاربعه اللي حضر لها الجمهور فيها واللي بين اداء قوه نادي العربي، لكن الموسم اللي فات واللي قبله واللي قبله كان اداء النادي العربي اداء بسيط جدا، متواضع قدرنا نقول. شنو تتوقع؟ هل حتى ذيك الايام كانوا يقولون في خلاف في مجلس اداره، مدرب مثلا، مستوى اللعيبه؟ لا لا، هو مستوى اللعيبه طبعا، مستوى اللعيبه، وكانوا فريقين مسيطرين هالسنين اللي فاتت، الغازية والكويت. العربي كان نازل، نعم، 13 سنة تقريبا ما أخذ الدوري العربي. السنة شوية انتعش العربي وهم ضاع منه الدوري، وهم ضاع من الدوري، أي هم ضاع منه الدوري، لأن أداء اللاعبين كان آخر أربع مباريات ما كان. أنت مو مع أداء اللاعبين آخر أربع مباريات؟ لا. طيب لا. أبو محمد، وايد من الجمهور يقول ابي اروح هالمباراة، كانوا يقولون والله ذيك الايام واحنا عاصرنا هالايام هذه، خاطري اروح المباراة. ليش؟ يقولك لا بيصير فيها حماس، بيحكمها جواد عاشور. برايك شنو اللي كان يخلي الجمهور يقول هالكلام؟ شنو اللي كان يخليه يقول والله بروح المباراة عشان جواد عاشور بيحكمها؟ والله ما ادري يعني الاسباب، لكن تدري يمكنهم يتوقعون انه راح يصير شيء بالمباراة، هم يعني توقعهم كذي يعني انه راح يصير طرد، راح يصير مشكله. لا الحمد لله ما 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 عندي انا هالشيء يعني. يمكن انا يمكن مثل ما تفضلت الناس يستانسون اذا انا حكم، اي لكن مو بس انا اذا حكمت يستانسون، جميع الاخوان الحكام يعني لازم كلهم خير بركه لا شك. بس انت دائما وين ما تروح لازم يكون في حدث. شنو سالفه؟ اي اقول لك يعني دائما يتوقعون انه يصير شيء. هاي الجمهور يتوقع، يقولون جواد عاشور دام جواد عاشور في اكشن. في شيء، في شيء هم يتوقعون، لكن الحمد لله ترى اغلب المباريات ما فيها شيء يعني. الحمد لله. الحمد طيب لله. ابو محمد، الى اي مدى ياثر اليوم تحكيم الحكم نفسه او اداء الحكم نفسه في المباراه؟ لا تاثير كبير للحكم بالمباراه. ممتاز، عطنا هالتاثير. اي مثل يعني، يعني اي خطا قاتل راح يضيع الفريق. الحكم اهم شيء، مميزات الحكم الناجح حلو، ان اهم شيء ما يغلط في الاماكن الحساسه. يعني الاماكن الحساسه شنو؟ الجول، منطقه 18، بلنتي، هدف، شيء، وهاي الاماكن شويه حساسه. نص الملعب تغاضى عن كل واحد، خليه يخطي شويه يعني عادي، لكن في الاشياء المصيريه صعب يخطي الحكم يعني.
حلو. اي هالاماكن لازم يكون نبيه وجريء. وجريء. اهم شيء انه يكون جريء. شلون جريء؟ هذا يمكن اللي يقولون عنه جرأة جواد عاشور. إيه. اهم شيء يكون جريء، اذا الحكم ما كان جريء لا يحكم. لا يحكم. طيب من اي ناحيه جريء في اتخاذ القرار؟ اتخاذ القرار هاي شلون هاي جريء هاي شنو بيطق الناس. جريء باتخاذ القرار ولا يهم الوقت ولا النتيجه. هذا اهم شيء. حلو. اذا انت بتحسب الوقت ولا النتيجه ولا بتعوض انك اخطيت خطا وبتعوض لا انت ولا جمهور وراك ممكن يسبك. ممكن يغلط عليك. اقول عادي يعني يسبك الجمهور. على طاري يسب الجمهور، شنو كان شعورك في بعض المباريات لما كان الجمهور مثلا يعني تدري جمهور في النهايه رد طبعا فعل طبعا طبعا لما كان مثلا ينتقدك او يصارخ عليك شنو كان؟ لا اقول شوف اهم شيء خلي صارخ وخلي يبدي رايه وخل يغلط لكن لا يجرحك. اهم شيء انه ما يجرحك عدل. هذا اهم شيء. عادي الجمهور طيب اقول مو اذا غلط يرضى عنك إيه؟ واذا خسران مو راضي عنك. مو راضي عنك اي طبعا. ودائما مسكين يا الحكم لو في شيء صار قالك كله بسبه التحكيم. التحكيم والتحكيم 100%. واهم شيء ما يشرح اللاعبين، يشرح الحكم الاقرب. اي طبعا الاقرب. اي حكام. اي الحكم. طيب محمد مشوار طويل اللي انت يعني ما شاء الله كنت فيه في مجال التحكيم، هذا الكلام يعني راح نرجع له، لكن ودي ارجعك شويه الى وراء ايام اللعب. اي ايام انا قلت في المقدمه انك اول ما بديت مع نادي الكويت وبعدين انتقلت الى نادي العربي. كلمني عن بدايتك ولعبك في نادي الكويت وانتقالك الى نادي العربي. طال عمرك كان بالأشبال 61 كنت في نادي الكويت. حلو. كنت أنا من سكال فيح. فكان الله يذكره بالخير أحمد المسفر بطلال كان يمرني ودين نادي أتمرن. حلو. إيه. بعدين تدري الأهل والعائلة كلهم بالنادي العربي. فانتقلت عن النادي العربي قبل ما في توقيع بعد إحنا أشبال. سنة 63 انتقلت أنا النادي العربي. حلو. إيه لعبت بالأشبال. كملت طال عمرك بالأشبال والناشئين والفريق الأول لما الاعتزال طال. إيه. وشون انضميت إلى المنتخب وبأي عام كان الانضمام هذا المنتخب؟ لا أول قبل المنتخب أنا كنت أمثل منتخب المدارس. 65 بنروح سوريا احنا. كنت انا بمنتخب المدارس تعورت انا ما رحت. 68 رحنا تونس. حلو. انا بس قبلها خذوني المنتخب. اول مباراه لعبتها انا ضد سرايف اليوغوسلافي مع المنتخب كان مدربنا تادش. في اي عام كانت هذه؟ 67 68 هالموسم. هاي بداياتي انا بالمنتخب. وكنت تلعب في ذاك الوقت اي مركز؟ بالنص انا. نص. اي حلو. انا والمرحوم فاروق. وشلون كان اللعب وقتها؟ اي طبعا لاعبين كانوا ممتازين. اي لاعبين فنانين كانوا لاعبين. كان ايه. كان طبعا كانوا لاعبين يعني لاعبين اذكر لك لاعبين يعني النجوم يعني. اي يعني معاي بالمنتخب مرزوق سعيد، كابتن عبد الرحمن دولة، محمد الخطيب، عثمان العصيمي، فاروق ابراهيم، ابراهيم الخشرم، محمد المسعود، يعني صالح عبد الله الله يرحمه، ابراهيم دريهم رحمه الله عليه، محمد شعيب، يعني النجوم كانوا لاعبين يعني وايد. شو اللي خلاك تروح التحكيم؟ ايه المرحوم فهد الاحمد الشهيد رحمه الله عليه الف رحمه عليه قال لي ليش ما تدش التحكيم؟ قلت والله فكره. دخلت التحكيم. دخلت التحكيم سيده انا لانه لاعب دولي. فسيده صرت درجه ثانيه. حلو. ايه كملت مشواري عاد بالتحكيم. بالتحكيم. هذا الكلام كله كان في 1975. ايه في 75 انت بديت. ايه عقب ما بطلت. شنو اول مباراه حكمتها؟ درجة أولى يعني درجة أولى. أول مباراة حكمتها درجة أولى الكويت وكامل.
أول مباراة انتهت 4-2. وكان خط سير التحكيم؟ الحمد لله. الحمد لله. هاي بداية. زين أنت على هالإصابة الحين، الإصابة هذه خلتك تقعد عن اللعب، تتوقف عن اللعب. ما أثرت عليك في التحكيم لأن الحكم يركض أكثر من اللاعبين. رايح راد. لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بالتحكيم طب لا. باللعب راح تحتك مع اللاعبين. إيه. عدل. عدل. أكيد راح الألم يعني. أوكي. بالتحكيم ما في احتكاك مع اللاعبين. صحيح تركض. عدل لك ما في احتكاك. اللهم تبي لياقة. إيه. الحمد لله. وأعتقد إن الحكام عندهم اختبارات لياقة. لازم. أو أهم شيء. لازم تختبرت طبعا، وهم يتمرنون على فكره، ترى الحكام مو هم من ضمن اللعيبه يتمرنون، يروحون في 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 الاتحاد، في مقرهم في الاتحاد. في الاتحاد اي طبعا يتمرنون يوميا. بعد يوميا ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر يتمرنون الحكام اي طبعا. ابو محمد بامانه، من خلال مشوار التحكيم اللي انت حكمته، في يوم من الايام حسيت انك ظلمت احد الفرق؟ اتخذت قرار، بما انك تقول انت لازم يكون صاحب قرار، اتخذت قرار وحسيت ان ضميرك انبك ان هذا القرار كان غير سليم؟ وايد. ايه الصراحه ابو محمد اخطيت وايد. مثل عطني شيء شهير الكل يعرفه. بس بدون قصد. اكيد بدون قصد. طبعا مره في لاعب بنادي الكويت اسمه حكم. انتبه. اسمه حكم. مرة لاعب من لاعب الكويت ضيع كرة حكم هذا سبه يعني غلط عليه. حلو. أنا ما أدري إنه سب. ما أدري إنه اسمه حكم. لا إيه ما أبالي سابني أنا. كان أطلع له الكرت له. على طول. إيه سبني بعد. يا معود والله مو عنك. قلت له لا خلاص. راحت. عقب المباراة تياني. إيه. يوم خلصت المباراة قال لي كابتن والله أنا قاصد هذا اسمه حكم وهذا. كتبت تقرير يعني. كتبت في ذلك. أنا مخطي وهذا إيه. شنو سالفة التقرير هذه؟ الحكام يكتبون تقارير بعد كل مباراة؟ لازم. إيه. تكتب تقرير. عن شنو بالضبط؟ عن سير المباراة. عن سير المباريات وعن لاين منيح. أها. إيه تكتب تقرير لازم. حلو. إيه لازم. طيب هذا من ضمن المواقف. طيب إيه. في بعض البطولات أبو محمد هم بعد أنت حكمت بطولات كثير. إيه. ونهائيات كثيره صح ولا لا؟ اي لا وايد اذا ابعد لك وايد. مره احكم دوره الصداقه والسلام هنا بالكويت انا. حلو. اي فحطيت فاول على المنتخب العراقي اخر دقيقتين. حلو. فالكره دشت جول عليهم. قالوا حق المرحوم ولا انخسروا مباراه 1-0. قالوا حق المرحوم ولا تشيل الشهيد طبعا فهد الأحمد رحمة الله عليه ألف رحمة عليه. قالوا له ولا تشيل جواد ولا ننسحب. شلون غير ولا تشيله ولا ننسحب من البطولة؟ من البطولة. يعني المرحوم عبد الرحمن البكر قال لي السالفة كيت وكيت ألف رحمة عليه. قلت له أبو شروق كل واحد شيلني مصلحة الكويت شيلني الله، لكن بس لا يشرطون عليكم يعني. ايه ما يصير يشرطون عليكم، لكن ما يفرضون فرض يعني. اي يعني هذا الشرط فرض، لكن كل واحد شيلني عادي عندي انا. ترى انا ما احتاج على الاقل ما احكم لهم. لا لا قالت شالوني على البطوله مول. المهم كل واحد شالوني خذ البطوله. السنه الجايه كانت دوره الخليج. ايه بالكويت. حلو. يو الحكم اجنبي. الحكم اجنبي. ايه حط عليهم بلنتي كان ينسحبوا. انسحبوا الدور ما ردوا. الدور انسحبوا وراح. توكلوا على الله. قال لهم بشروق. قال لهم قبل جواد حكم شلنا، الحين ايش حقه بعد تسحبون هذا حكم اجنبي؟ هذه السالفه يعني. وراحوا. ابو محمد احنا بناخذك اليوم في مشوار. اي وبنرجعك الى ذكرياتك في النادي العربي. اي طبعا. حلو. اي وبنسولف عن هذه الذكريات في نادي العربي مع بعض الأسئلة مني منك. أيه. وبعد النادي العربي بناخذك مكان ثاني. أيه. أنا وأخوك محسن العلوي وندري أنك تحب القهاوي الشعبية. أيه. فأنا بناخذ. أنا بروحي شعبي. أنت بروحك شعبي. أيه. هذا شوف يمكن على فكرة السادة المشاهدين يمكن يلاحظون ترى يمكن يكون قليل كلام أبو محمد لكن كلامه ما قاله قبل هالمرة. أيه. ففي هالحلقة راح يقول أشياء كثيرة. أيه. عدري يا أبو محمد. طبعاً.
واحنا يمكن من خلال التنقل راح تتعرفون على شخصية جواد عاشور، الحكم صاحب القرار اللي ما يتردد، اللي على طول يسحب لك الأحمر، اللي طرد الجمهور في يوم من الأيام، اللي طرد كبار اللعيبة ما قال هذا لاعب كبير ولا غيره. وأيضا طبعا راح نتعرف على شخصية محمد كأب وأبناء، طبعا لا شك هالأشياء يعني ما نقدر نغفلها زميلتنا منيرة عاشور بنت الحكم الدولي اللي نوجه لها تحية أيضا. وأيضا على فكرة في من ضمن المعلومات اللي ما تعرفونها، ترى يحب السينما ويعشق السينما ويعشق الأفلام الهندية قبل، ويتابع السينما حاليا والمجلات، أشياء كثيرة ترى في جعبة أبو محمد. كل هذه راح نتعرف عليها يا أبو محمد من خلال خط سير هالحلقة. شرب شايك ونتوكل على الله، نبدل ملابسنا والنادي العربي. الله يعطيك العافية، يلا توكل. أبو محمد ما شاء الله تبارك الله، أبو محمد للحين فت ها؟ لا للحينك شباب وكذي ايش حالاتك؟ الله يعطيك العافية. وين يا محمد؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. أبو محمد ما اشتقت للملعب؟ أف ها؟ شو ما اشتقت؟ ها مكاني هذا 50 سنة. الله الله الله، شو ما نبي، بالعكس مشتاق وايد حق الملعب، لكن بعد عامل السن. عامل السن لا بس انت متواجد في الحضور لا شك. لا متواجد متواجد على طول متواجد. على احنا اليوم سولفنا قبل شوي احنا في تواجد اللي داخل الملعب، مو بس على الشان المحلي، الشان العالمي بعد طبعا تتابع مباريات اكيد الحين كله الدور الاسباني ابطال اوروبا. اتابع بس انا احب الدوري العربي اكثر شيء. دوري وين بالضبط؟ مصر. سعودي مصري. مصر ايه؟ سعودية. اتابع الدوري المصري؟ ايه ما شاء الله عليك. ايه اتابع الامارات. ايه اتابع الكويت. اها ايه اتابع. ايه بس بوجهة نظرك اقوى دوري شنو حاليا؟ حاليا اقوى دوري السعودي. سعودي. ايه اقوى ايه؟ دوري السعودي. المصري كان، لكن الحين لا الاحداث يمكن اللي صار. ايه ايه ممنوع حضور الجمهور. ايه؟ ممنوع كذي طبعا. ايه ولا لا الدوري المصري زين. شنو يميز الدوري السعودي؟ ليش من وجهة نظرك اليوم كلاعب سابق وكحكم دولي ايه تشوف ان الدوري السعودي اقوى؟ ايه سؤالك وجه. اولا الملاعب متوفرة زينة، حلو، الجماهير موجودين، المحترفين اللي جايبينهم مستواهم عالي. هذا يخلي يعطي طعم للدوري. صحيح. وبعدين منافسة هناك بين 4-5 فرق على طول يعني. عندك الهلال والنصر يعني والأهلي والشباب يعني والاتحاد والاتحاد يعني هذا دائما منافسة قوية بينهم. فالدوري هو حاليا يعتبر أحسن الدوري السعودي. طيب أبو محمد لما تطالع من هالمباريات سواء دوري العرب من الدوريات من الدوري السعودي الدوري المصري الدوري الكويتي وحتى المباريات الأوروبية العالمية لما تطالعها تشوف أحيانا بعض أكيد من وجهة نظرك كحكم بعض أخطاء قد يكون الحكم مصيب والجمهور لا، قد يكون الحكم مخطئ والجمهور لا، يعني أحيانا تحس أن نظرتك تكون لأداء هذا الحكم طبعا وايد وايد اخطاء كبيره بعد. يعني بعطيك مثال، انا كاس العالم بالبرازيل حلو يعني 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 ما ادري اقول حتى العمى يشوف الكره اللي دشت مال انجلترا عدل مال انجلترا على المانيا يعني متر ترى ذاكرتك احسن من ذاكرتي ما عليك لا تسال لي لا 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 اي لا لا اقول لك يعني الكره دشت متر والحكم ما عندها يعني متر يعني مو تقول فيها شك يعني الكره ولا شيء لا متر طيب لا لا في اخطاء وايد في اخطاء بكاس العالم وايد لكن اهم شيء ان القصد مو موجود هذا اهم شيء في يوم من الايام هالرجل الطيب هالحكم الفاضل ما طلع هذا الكرت
لا طلع الكرت اللي وياه اللي هو الكرت الحمر المنو حق الجمهور. كانت مباراة القادسية والجهرة في وقت من الأوقات وقف جواد عاشور ورفع الكرت الأحمر وطلب من الجمهور كل الخروج. شلون تطلع الجمهور يا أبو محمد؟ هاي طال عمرك مباراة القادسية والجهرة صار فيها شغب حلو. حذفوا اللاين مان كان الأقصى بيحبل وياه اللاين مان حذفوا بكل شيء تأذى اللاين مان حلو طول طول ماي وكل شيء. كانت على أي ملعب؟ على ملعب كاظمة. كاظمة أنا وقفت المباراة. ترى أبو محمد سابقني أنت وايد هدي. وقفت المباراة. كان الله يذكره بالخير حسين العيدان العبيد وهو المسؤول على الملعب. حلو. فقلت له هالجمهور هذا كله برا. قال شنو؟ قلت له ما في. هالجمهور هذا كله يطلع برا. حلو. غير بدل يا أبو محمد. شلون صحيح؟ 5-6 آلاف نفر. إيه. شلون يطلعون؟ قلت له كيفك ماكم برا. ألغي المباراة. يا معود هو قانونيا من حقك تطرد الجمهور؟ من حقك اذا صار شغب من حقك من حقك تلغي المباراه مو تطرد الجمهور؟ لا تطرد الجمهور عشان تكمل المباراه. لكن اذا الجمهور ما طلع تلغي المباراه وتكتب تقريرك الجمهور فريق الفلاني هو اللي سبب المشكله. حلو. وهناك لجنه المسابقات هم يتخذون القرار. جميل. لكن من حقك تطلع الجمهور. من حقك قانونيا. قانونيا انا حاكيك بالقانون. حلو. من حقي اطلع الجمهور. طيب ممتاز. المهم اللي حصل غير بدل يو ونزلوا الاعضاء مني قلت ما فيه خلاص هالجمهور حسين العيدان قال عندي اقتراح. قلت له انا قال يا معود كابتن اني ابغى قوات خاصه ونحطهم بين الجمهور اي واحد لو يتكلم ناخذه. قلت له والله قرار سليم وريال حكيم يعني حلو. فنطرنا ويبنى الغوات حطيناهم بالجمهور وكملنا. كملت المباراة. كملنا. بس كانت كم وقفت المباراة وقتها؟ ربع ساعة؟ أكثر من ربع ساعة. أكثر من ربع ساعة. وش أكثر وقتها ما شاء الله الكويت كلها تحكت فيها. وتعتبر سابقة لك على فكرة. سابقة. على طاري أيضا الشغب أنت ذكرت. الحين الحكي مو بس بالجمهور. أحيانا وهذه على فكرة نقطة عانوا منها الحكام وطرحوها في المجتمع اللي هو ضرب الحكام داخل الملعب حصلت أكثر من مرة. اللاعب ركض ورا الحكم اللي طقه واللي أهانه وفي واحدة مباراة الحكم نفسه اللي ركض ورا اللاعب وطقه بعد. أقول بس بقول لك شيء الحمد لله ترى إحنا نعتبر بالكويت ما في شغب. هذا الشغب عادي يعني صحيح منظر ما يسر أحد إن أحد يعتدي على حكم يعني حلو. يعني على حكم مو بس مثابة تقول أخوك الكبير لكن الناس كرامات في النهاية لا يعني. بعدين هذا عنده عائلة وعنده أولاد أكيد ما في يعني شك. أنت تعتدي عليه على شنو يعني وعلى شيء ما يسوى لا ما يسوى بعدين بس الحمد لله عامة ما في شغب عندنا بالكويت ذاك الشغب تعرفت يعني. أنت أبو محمد الشيء نعم تعرفتي عادة الصحافة هي تطلق الألقاب والجماهير يطلقون الألقاب شنو اللقب اللي يطلقوا عليك؟ والله لقوا عليه الامبراطور لقوا عليه الملك لقوا عليه يطلقوا عليه هذا كلاعب ولا كحكم؟ انا كلاعب وكحكم كحكم لا وكلاعب وكلاعب كلاعب اطلقوا عليه الامبراطور وكحكم؟ الملك الملك ملك الحكام هم معني ملك الحكام بس هم قالوا ملك شو اللي كان يعجبهم في تحكيمك اللي انت تسمعه من ردود افعال والله يا ابو محمد اليوم كذا وتحس انها تكررت اكثر من مره لا شوف الحمد لله يعني انا اغلب مبارياتي الحمد لله كانت تطلع سليمه وما فيها شيء. انت قبل المقابله قلت لي كلام وكلامك ترى اتهامك صحيح ان قالوا ناس وايد ان جواد كله يميل حق القادسية يميل حق القادسية انت انت انت, انت لا 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 عدل كلامك لا, لا مو كذي خلنا اوضح ابو محمد دام انك ذكرتها خلنا اوضحها قلت حق ابو محمد قبل لما تصير مباراه للقادسية الجمهور القدساوي دائما شو يسوي يقول الحمد لله اشوى ان جواد عاشور اليوم الحكم ليش لان كانوا يقولون لما يحكم جواد عاشور القادسية خلاص القادسية عليه الامان عدل كلامك عدل كلامي واتهمت انت بهالموضوع نعم 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 اقول لكن بقول لك شيء انا ما حكم حق العرب اذا ما حكم حق القادسية وحق الكويت بعد من حقه احكم يعني اصفط هدومي واطلع ولا كلام غلط صح لازم احكم حق القادسية والكويت بس الناس ليش كانوا يحسون انك تميل للقادسية برايهم لكن انا لا طبعا لا اميل حق القادسية ولا غير القادسية
ايش قابض من القادسيه ولا ايش اللي دخل في القادسيه؟ الحمد لله. لا لكن هم يعني بعتقد لا يمكن عشان يقول لك انك عربي. لا انا اقول لك لا 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 هم القادسيه يتفائلون اذا انا حكمت لهم. يتفائلون اذا حكمت لهم. حلو. ايه مثلا انت ما تتفائل بشخص ولا شيء هم يتفائلون كذي يعني. ابو محمد منو اللي الان تحسه هذا جواد عاشور من الحكام؟ شخصيتك في الملعب، قرارك في الملعب حاليا؟ حاليا ماشي من الكويت ما ماكو ماشي حاليا. زين انت ايش رايك في مستوى التحكيم الحالي؟ ايه عادي الكويت. عادي 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 ايه؟ عادي حكام مجتهدين و... لكن هذا مستواهم. حكم في طبعا كم حكم يعني مستواهم زين لكن تحكيم عادي يعني. محمد المباريات والملعب له ذكريات كثيره طبعا مع اي لاعب مع اي رياضي اليوم حتى المشجعين اليوم اللي يرأسون رابطة التشجيع يقول لك حتى انا لي ذكريات في الملعب كل حتى اللي يحضرون المباريات. انت ذكرياتك مع هالملعب من مبارياتك شنو؟ حكمت في الملعب وايد حكمت في وايد الملعب هذا ايه عن ذكرياتي كلاعب ذكرياتك كحكم في هالملعب وايد حكمت فيها. عطني من هالذكريات. مباريات كثيرة حكمت في هالملعب يعني بس الحمد لله ترى ما عندي مشاكل بهالملعب يعني ليش عندك مشاكل مكان ثاني؟ اي عندي عندي مرة مرة احكم النصر والقادسية فطال عمرك القادسية يغلبوا النصر وانا طالع من الملعب استغفر الله ترى انا اقول بهالملعب 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 هني برا تذكرت ايه فاغلبوهم وانا طالع شفت علي الشمري علي الشمري كان زميلي في الملعب مدرب اي نعم ايه قاعد اسلم عليه كان يلاعب ويطقني بوكس مني والطريق طبعا تدخلوا لاعبين وخلصت السالفه اشتكيت عليه انا كان انسان عزيز علي الله يرحمه العميد يوسف المشعل دق علي رحمة الله عليه الف رحمه عليه دق علي ابو يعقوب ها كابتن ايش اللي حصل وهذا جايين الناس قلت له ابو يعقوب انت انت امر وانا فصل قال لي يا معود شيء صار وسامحه قلت له صار جزاك الله خير سامحته وانتهت شيء مثل الكبار العفو عند المقدره طبعا طبعا ما في شك لا لا ما في شك طيب ابو محمد احنا تكلمنا قبل شوي واحنا عندك عن الجماهير وعودة الجماهير. جمهور العربي تحديدا هذا الجمهور هالسنة تحديدا مثل اللي تكاتفوا رجعوا الروح لفريقهم تجمعوا واتفقوا على شيء اللي هي التريمبة وقالوا حق نفسهم لابد نساند الفريق ونوصل حق الدوري ما حالفهم الحظ نصيب. ايش رايك في عودة الجمهور الى الملاعب وبالتحديد نادي العربي؟ هو اصلا اهم شيء في المباريات في الجمهور. مباريات بدون جمهور ما لها لذة. جمهور العربي السنه فاق كل التوقعات. يعني انت شفت لعبه القادسيه. من سنين نعم من سنين يعني ما حضر هالجمهور الا مباراه واحده يوم يلعبوا القادسيه مع الفريق السوري على ملعب فعلا المرحوم جابر الأحمد طيب الله ترى اللهم أمين إيه بس من سنين وهو اللي حل الجمهور خلى حتى دول الخليج غير ينقلوا مباراة صحيح ويحضرون هذا فجمهور العربي هو نجم الدوري كان السنة نجم الدوري ترى هذا ما نشأت يا جماعة جمهور العربي هو نجم, نجم الدوري. الدوري نجم الدوري بلا منازع يعني في حضوره إيه طبعا في حضوره إيه شدة تركض يلا تحداني لا ما وين اتحداك عطنا صافرة لعقلة الانطلاقة ايه؟ وانا افتح سبرنت يلا ابو محمد عطنا توكل على الله عاش ابو محمد ايه عاشت عاش عاش ابو محمد تعبتني يا تعبت اي والله شلون تبي الصج ما فيك شده والله تستاهل ترتاح افا هذا وانا يمك وفي ضيافتك وطردتني يا ابو محمد ضيافتك بالعشاء مو هني هني غير هني بالملعب غير غير ماكو اخوي لا لا ما في الملعب تدري شلون يبا القاك على العشاء السلام عليكم وشوفكم على خير مع السلامه ابو محمد مع السلامه
حي الله ابو محمد. ما شاء الله القهاوي الشعبيه خصوصا في هالوقت ابو محمد تبارك الرحمن روادها ما شاء الله، ما توقعت انا الزحمه عليها. عوائل يطلعون علشان يحال اكثر شيء على البحر، وهذا ايه؟ بالعكس منظر حلو. تحب تروح على اماكن ابو محمد؟ لا مر كلش. لا ايش معنى عائل عزمتنا هني؟ قلت هني اريح علشان هالجو الحلو شويه، وهذا بالقهوه ضبط الناس. ها اي طبعا يعني. الله يعطيك العافيه. على فكره انا شفت ابو محمد مسوي كذي الكابتن جواد، قلت خل حتى انا بسوي كذي. والحلو في الامر ان جمهور العربي من فتره تيمن بهالنسفه الشريمبه وقالوا يلا شريمبه، وحضر مباراه من ضمن المباريات كلها شريمبه، وصار معروف عن جمهور العربي. ما ادري متيمنين في ابو محمد، ها سالفتهم بما انك عرباوي بعد. والله لا طبعا مو متيمنين فيني، لكنهم يطلعون مرات بشغلات، كل مره بشغله. بس كانت حلوه والله ابو محمد. حلوه اي طبعا حلوه، شو مو حلوه؟ بالعكس اقول الجماهير اذا ما يطلعون باشياء كساعة يطلعون لهم شيء، ها فكره حلوه، فكره زينه. صحيح بالعكس شيء زين هذا ابو محمد. اصلا حتى الروابط مالت المشجعين للفرق الثانيه سواء كان بالكويت ولا بالخليج لهم لازمات كل مكان. ها كل مكان ولو يشكلون فلا ايه قالوا اللاعب رقم 12 اللاعب رقم 12. ها لكن طبعا كي اقول هو الاساسي اصلا، هم الاساس طبعا. المباراه بدون جمهور مره طعم اصلا. صحيح ايه. ما في شك. هل الحكم اليوم مثل اللعيبه لما يشوف جمهور حاضر الملعب ايضا تحوشه رهبه؟ طبعا شلون اي ها تحكم حق نفرين ولا 20 ولا 200 ولا 100 ولا تحكم حق 20 25 ألف؟ بس يرهبك ما يربكك بعض الاحيان؟ ممكن في حكام شويه اللي توه ما عنده ذيك الخبره ممكن شويه تحوشه رهبه. تحوشه رهبه فعلا. ممكن يعني، لكن الحكم الواثق من نفسه ما تحوشه رهبه. ابو محمد خلينا نتكلم في الشأن العائلي شوي انا وياك. اي تفضل. ما شاء الله انت عندك عيال تبارك الرحمن. ايه. محمد العود؟ لا العودة منيرة. منيرة. ايه. زميلتنا منيرة عاشور. ايه بعدين محمد. محمد كابتن طيار. كابتن. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين عندي وفاء. عسى الله. وبعدين عبد الله. عسى الله يخلي عمرك. وبعدين هيفاء. ما شاء الله. وعندي هناء. وعندي احمد. وعندي الاء. عسى الله يخليهم لك. منو فيهم راح للكرة؟ وأحمد شوي لعب كرة بس بعدين بطل. بطل. إيه. ما شجعته يكمل؟ بعد ما كمل شوية الظروف الدراسة وهذا ما كمل. ما مع الأسف إنه ما حد طلع. عسى الله. محمد راح الطيران. عسى الله يخليهم لك. على فكرة يا مشاهد يحب السينما ويعشق السينما. أنا من زمان وأنا أسمع إن جواد عاشور من محبي الأفلام الهندية. ايه فتره من الفترات عدل. ايه كلامك سليم. من رواد السينما بعد انت. كان طال عمرك خالد الصالح ونعم فيه كان مدير السينما الفردوس. حلو. وكنت انا من رواد السينما وخالد صديقي. كل يوم الظهر يجربون فيلم. يجربونه ما يعرضونه حق الجمهور، لا يشوفونه هم اول. ايوه اي. فأنا كل يوم أروح حق أخ خالد هناك. إيه. كنت أنا والمرحوم يابر نايف الجابر. رحمة الله. كنا نروح الله يرحمه ويغمد الجنة. كنا نروح هناك. إيه. ومن كذي أنا كنت بس أنا ها أحب الأفلام الهندية. إيه. لكن أنا أعتبر خبير بالأفلام العربية. العربية؟ إيه. شو من وين لك هالعشق هذا؟ أنا كنت من أول من أيام الشرقية. أول سينما بالكويت. حلو. وسينما حولي. ما يطوفني فيلم. وكنت إذا رحت مصر قبل. ايه. قبل طبعا الفيديو أدش الظهر والعصر والمغرب السينما. ما شاء الله ورا بعض. ورا بعض. وتدري هناك كانوا كل سينما يشغلون 3-4 أفلام. ايه. لك علاقات مع فنانين؟ طبعا. شوف. الله يرحمه محمد الملا. رحمة كان الله صديق عليك. ألف رحمة عليه. عرفني على الأستاذ الله يرحمه الكبير فريد الأطرش. فريد الأطرش. فكنا نروح عند شق عمارة فريد الأطرش وهو ساكن بالروف آخر شق. هالحكي بمصر. مصر إيه. إيه؟ شقة فريد على النيل. عند الشركة. حلو. فكنا نروح هناك نقعد ويا أستاذ فريد ومجموعة. أنا طبعا اللي عرفني عليه محمد المولى. فصارت علاقة. حلو.
لما توفى الله يرحمه الأستاذ فريد هم كنا نروح بذكرى بذكرى كل ما مرت سنة بذكرى كنت أروح أنا مع المرحوم حمد الملا حق أخوه فؤاد الأطرف النعزي بعدين مات فؤاد بعد رحمة الله عليهم. إيه مرة كان في مخرج اسمه سيد زيادة فقال لي كابتن قلت له نعم عم سيد قال لي عندي فيلم ايش رايك تمثل فيه عرض عليك التمثيل عرض علي حلو انا كنت وقتها العب لاعب اها قال عندي فيلم اسمه فتاة من الرياض اها بطولة شمس البارودي وحسن يوسف اها فعندي دور لك زين ايش رايك قلت له لا استاذ سيد انا مشغول وعندي تمرين وعندي نادي وهذا قال شنو كان الدور لا دور زين يعني مو بطوله بس دور زين يعني بدايه حلو قلت له لا انا صحيح اناقشك بالسينما واسولف وياك واقول لك على الافلام لكن ماني قوي تمثيل انا بالرياض فما مثلت وهذا شو اللي خلاك انت فعلا كنت انت ما تبي ولا خفت من رده الفعل لا انا وقتها لا اي وين يعني مستقبلك لاعب اي طبعا كنت مستقبلي انا لاعب زين ابو محمد تحتفظ بالافلام عندك شيء قديم الان من الافلام مثل ما عندك من المجلات القديمه على فكره ترى عنده مجلات قديمه ترى هذا اللي شفته شيء من لا شيء كله راحوا بعد راحوا بالغزو اي كم فيلم عربي عندي كان كم كان 3000 فيلم عربي ما شاء الله مكتبه هذه ابو محمد اقول لك 3000 فيلم عربي اسود وابيض وبعدين شويه الوان ايوه تحتفظ بيهم راحوا ايام الغزو الكاسيت هذيلي ولا شريطي شريط الكاسيت شريطي مال شو يسمون فيديو فيديو الفيديو ايه راحوا كلهم ابو محمد 3000 فيلم عربي 3000 فيلم عربي حق ناس معينين ولا متنوعين لا كلهم متنوعين كل افلام تقريبا قبل كل افلام وعندي هالمجلات القديمه هاي هذه شيء من لا شيء اللي شفته من كان عندي اول عدد الاهرام اول عدد الاهرام نعم. هذا الحين له ثمن يا ابو محمد 1877 ما شاء الله عندي اول 50 عدد كواكب اعطيتهم احمد اليوسف ما شاء الله الشيخ احمد اليوسف اعطيتهم اياه فغير شافني قال لي جواد راحوا بالغزو تكفى ما عندك غيرهم قلت لا والله يا ريت والله هالحكي اللي انت تحكي هذا كله قبل الغزو ولا لا زالوا لا الحكي راح وقلت لك هذول كانوا عندي قبل الغزو ايه الان شنو عندك شنو تمثل عندي قليل ايه يعني هذول اللي شفتهم انت قليل صج قديمين صار لهم 90 و80 سنه واكثر لكن قليل محمد ما عرضوا عليك احد من 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 المهتمين في هالامور انه يستعين في هالارشيف اللي عندك ما يدرون اغلبهم ولا ممكن يدق علي ممكن اعطيت شويه فؤاد المقهوي كان الكاتب مسي بالخير فؤاد مقهوي فعلا طبعا اخ عزيز فؤاد وصديق قديم فاعطيته شويه حطهم في القديم هاي الاصوات القديمه اللي حطهم اعطيته شويه في شيء من مبارياتك القديمه مصور عندك موجود في الارشيف نعم. ولو عندك يعني تشوفهم ولا ما تشوفهم راحوا كلهم قلت هم بعد كلهم راحوا كلهم وانا لاعب كلهم راحوا والله مكتبة أبو محمد هذه حرام يروح مكتبة مو بس مكتبة قلت لي لا وغير الكؤوس وغير الميداليات وغير لبسي ملوت النادي ملوت المنتخب ملوت منتخب المدارس كلهم راح أبو محمد مالك بالتجارة؟ لا كلش؟ لا محمد لا بالتجارة محمد ولدك؟ ايه ايه محمد العادة يقول لك اللعيبة والمشاهير أو من الناس هذيلي يطلع برأس مال ويبلش يشتغل حق نفسه شوية ويستغل اسمه نوعا ما ويبلش له بزنس معين مع الأسف أن السبب كله مني يعني. منك أنت نعم ليش بس أنا ما اتجهت له مع الأسف أني ما اتجهت به الطريق غلطتي أنا أي غلطتي ما عرفت حق نفسي أبو محمد أنت أساساً كنت موظف وين فيه؟ أنا كنت في وزارة الإعلام وبعدين رحت المواصلات وزارة الإعلام؟ وبعدين رحت المواصلات المواصلات؟ أي وتقاعدت من المواصلات؟ بالمواصلات أها إلى أي مرتبة وصلت؟ يعني للدرجة الثانية الدرجة الثانية؟ أي.
طيب ابو محمد، لو بنت حكي على الكره وبنرجع للكره، الكره العالميه اليوم هي محط انظار واهتمام لصغير قبل الكبير. الان الصغار ما يقول لك قادسيه وعربي، يقول لك برشلونه، ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد. هل الفرق العالميه، وصول الفرق العالميه الى الصغار والجيل الصغير، تلقى عمره 6 7 سنين يقول لك انا بدش اكاديميه كذا ابي اتعلم. انت بوجهه نظرك اليوم كرياضي، شو اللي خلى انتشار الكره العالميه؟ هل هو ضعف الكره في الكويت؟ هل هو لا والله خلاص الكره صارت ادمان عند الغالبيه، الابو يعطي الولد؟ نعم، وبعدين التلفزيون لعب دور، والاقمار الصناعيه لعبت دور عدل، وجميع المحطات تطلع ها ونقلوا المباريات، صار انتماء الاولاد حق الانديه اللي برا، ومثل ما تفضلت يشوفون الابو او الاخو العود يشجع فريق يصيرون وياه. فوايد هالشيء منتشر بالكويت، كلامك سليم. وايد ناس. ابو محمد انت مع خصخصة النوادي؟ لا. ليش غريبة؟ لا. ليش؟ لا. مع ان الغالبية الغالبية كل واحد له رايه. ايه انا طيب رايي. طيب عطني اسبابك، ليش انت مو مع خصخصة النوادي؟ ايه. شوف يعني اللي راحوا يستفيدون أندية معينة بس. الباقي ما راح يستفيد. شلون؟ أنت تبي تي حق نادي كبير ولا نادي صغير؟ لا لو لو بالعكس يقولون إذا صار في خصخصة للنوادي مستويات الفرق كلها راح تزيد. شلون؟ على أنا أقول لك على سبيل المثال. عطني رأيك عشان أنا. لا هو مو عطني رأيك، المهم هو رأيك أنت. لكن لا وجهة نظر رايك. الناس إيه. إن اللي تطالب بالخصخصة. إيه. وجهة نظرهم يقول لك إذا تخصخص النادي صار مثل الشركة. واليوم راح يحرص على انه يهتم من النش والصرف للفلوس، استثمار يصير عندهم مبلغ مادي. انت ذكرت قبل شوي تقول المحترفين هم يزيدون من مستوى الفرق، صح ولا لا؟ انا ما اقدر اجيب اليوم محترف وانا ما عندي فلوس، لكن اذا خصخصت النادي وصار في مدخول زين اقدر اشتري لاعب، اضيف لاعب. من وين في مدخول؟ كل واحد خلنا شويه. لا لا بالعكس، هذا يا ليت محمد إذا خصخصت النادي أي. وسويت شركات، التذكرة اللي بثلاث دنانير الحين باكر بصير 20 دينار. من راح يدفع 20 دينار؟ هاي واحدة. حلو، وجهة نظر. لا هاي رأيي. أي. أي وجهة نظر. أي وجهة نظر. ثانيا خصخصت الأندية، مالك لاعبين؟ مالك لاعبين يعني لأ أنت شو. تقول على المستوى لاعبين، على مستوى ما في لاعبين الحين يعني على مستوى عالي. لا إذا أنا بجيب محترف من برا خليتيه باثنين، خليتيه بثلاثة. أيه؟ من جايب عشرة وما ينفع اصلا، ما ينفع يلعب بالملعب عشرة يا ابو. لا اقول لك مثلا، اي انا قاعد اقول لك. أيه؟ يعني بتجيب لك اثنين ثلاثة. اي هو ما انت ما تحتاج الا اثنين ثلاثة بالفريق، عدل ولا لا؟ الاثنين ثلاثة اللي انت راح تجيبهم هم اللي راح يطعمون الفريق ويرفعون من مستوى الفريق شوية. ترى في شيء. أيه؟ اذا انت عندك محترفين مستواهم عالي، إذا ما عندك لاعبين شوية مستواهم أقل منهم بشوية ما راح يفيدهم. لازم عندك لاعبين. إحنا يعني أيام ما كنا نلعب يبنى محترفين، يبنى طه بصري ويبنى حسن شحاتة، لكن كنا إحنا بنفس مستواهم. إحنا كنا بنفس مستواهم عدل. أوكي. فمشوا ويانا، ما كانوا أعلى منا مستوى، أعلى من في لاعبين وايد نفس مستواهم وأحسن بعد. يعني مقارنتك اللي جيلكم في ذيك الأيام مع هالوضع الحالي مقارنة ظالمة صراحة أبو محمد. ذاك وقت وهذا وقت. ذاك وقت سهالة. أي. سهالة، ماكو تعقيدات. عرفت عمرك؟ ما في دراسة من الحين، الشغل متوفر. داك تليفونك ما في اجابه. رد عليه ابو محمد، رد عليه. خليه. عرفت شلو؟ عرفت على عمري. رد عليه وانا اختم الحلقه، ما في مشكله، رد عليهم. عموما ابو محمد احنا كنا سعداء جدا ان احنا نكون بصحبتك اليوم. عذبناك وتعبناك لا شويه. لا 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 لا. واخذناك من مكان الى مكان، سامحنا. لا شيء، لكن ان شاء الله بحيل الله ان تكون الحلقه حلوه ان شاء الله، وان الساده المشاهدين اليوم يستمتعون في لقاء الكابتن الكبير جواد عاشور، الحكم الدولي واللاعب الدولي ابو محمد. شكرا لك على هذا اللقاء. اشكرك انا على سعه صدرك، واشكرك على التعب، الجهد اللي بذلته
مو بس احنا، حتى انتم الله يعطيكم العافيه على الله يسلمك واشكركم ومع السلامه. تسلم تسلم ابو محمد. عموما مشاهدنا الكريم كل الشكر لك لمتابعتك لهذه الحلقه، ان شاء الله نلقاك في حلقات قادمه باذن الله وفي ضيافات قادمه باذن الله. يعني هذا جواد عاشور الكابتن الكبير جواد عاشور، انتم شفتوه عن قرب وعسى الله يوفقه، ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله. رد على تليفونك الحين. شوفكم على خير وسلامه. مع السلامه. مع السلامه.